مرحبا بكم. ليس سرا على أحد أن هنالك كثير من المتشردين حول العالم، ولكن الجيد في الأمر أن هنالك العديد من الأشخاص المستعدين للمساعدة. وفي هذا السياق تحدث قصة اليوم. كارين جومبيو هي سيدة فرنسية، وهي أحد هؤلاء الأشخاص الذين دائما ما يكونوا على أتم استعداد للمساعدة إذا سنحت لهم الفرصة. ذات يوم انتهت تلك السيدة من تناول البيتزا مع بعض أصدقائها، وكانت تستعد لأخذ المتبقي من البيتزا معها، لكنها لاحظت وجود أحد المتشردين يبحث عن طعام في سلة القمامة، وفورا أخذت زمام المبادرة واقتربت من الرجل وعرضت عليه البيتزا التي كانت ستأخذها إلى المنزل، كما أنها اعتذرت له عن كون البيتزا باردة. وبعد إعطائه البيتزا رحلت إلى منزلها بشكل طبيعي. وبعد مرور يومين اقتربت منها أحد السيدات وهي تجري لتلحق بها حتى تريها الصفحة الرئيسية لأحد الجرائد، حيث ظهرت صورتها مصحوبة بقصة كانت هي بطلتها دون أن تعلم. إن الرجل المتشرد الذي أعطته البيتزا كان الممثل المشهور ريتشارد جير، والذي كان يصور فيلما في المحطة الرئيسية بنيويورك عندما اقتربت منه تلك السيدة اللطيفة وعرضت عليه قطعتين من البيتزا. لم تلاحظ هذه السيدة أنها قد دخلت موقع التصوير واقتربت من هذا الممثل. قلبها الطيب جعلها تظهر ذلك للعالم كله، وإنها فعلا لحكاية مذهلة.